طب عايش اوقف اوقف بيت. اثبت اثبت اثبت. وقف ابو عايشه. وقف 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 وقف، لا تتحرك. روح يسار روح يسار روح يسار روح يسار. لفوا شارعين. توقف وتتقدم عشان الكاميرا، لا كادر ما يتحرك. خليك بس خليك كذا خليك كذا خليك كذا. Yeah.
اوكي وقف وقف. تفضل.
بالطبع هذه المسيرة هي نوع من التعبير عن مدى فرحة المواطنين بالخطاب السامي الذي ألقاه مولانا صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى حب الناس والمواطنين لصاحب الجلالة الذي قاد سفينة هذه البلاد خلال 44 عاما، ونحن ننتهز هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات التهاني لمولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة العيد الوطني 44، معاهدين الله تعالى بأن نكون أوفياء لهذا الوطن ولهذا السلطان الذي له فضل كثير على هذا البلد، ونحن نقول له إنا ماضون خلفك للبناء والتعمير، ماضون خلفك لنشر السلام والعدل في ربوع العالم، ماضون خلفك لبناء حضارة ولبناء عمان الدولة العصرية المتقدمة، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. علي بن أحمد بن عبد الله البادي من ولاية صحم. احنا اليوم في فرحة كبيرة بمناسبة خطاب صاحب الجلالة السلطان قابوس حفظه الله ويرعاه، والذي أفرح الشعب العماني من جميع الطوائف والجهات، من عمان من أقصاها إلى أقصاها، وقد عمت الفرحة جميع مناطق السلطنة، واحنا اليوم في تعبير وجزء من التعبير لصاحب الجلالة بالوفاء والعرفان بمناسبة أيضا العيد الوطني 44 المجيد، والذي أرسى دعائم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله ورعاه، وقد عم الخير والنماء وعم الخير الكثير في ربوع عمان بفضل الله سبحانه وتعالى ثم مولانا صاحب الجلالة يحفظ الله ويرعاه. والحمد لله رب العالمين على سلامة صاحب الجلالة، والحمد لله رب العالمين على أنه بخير وعافية، هذا أهم حاجة عندنا احنا في عمان بشكل عام يعني. وكل عام والجميع بخير. علي بن أحمد بن علي الفارسي. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله. طبعا الخطاب اللي كان أمس يوم الأربعاء خطاب أثلق جميع العمانيين وجميع كل الأسر الموجودة في كل المنازل وبكت على هذا الخطاب، والجميع فرح بصحة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وإن شاء الله يرجع إلى أرض الوطن بصحة وسلامة بإذن الله تعالى. فعمان تستقبل مولانا حضرة صاحب الجلالة، واليوم أهالي قرية ميجز الصغرى جميعهم اليوم قاموا بمسيرة إلى بس خليك واقف.
وقف وقف. Thank you.
محمد بن عبد الله بن حمدان البريكي، مدير مكتب الإشراف التربوي بالسويق بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الباطنة. الحمد لله على فضله ومنه وكرمه أن من الله المولى عز وجل الكريم على مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظ الله ورعاه بالصحة والعافية. كانت مناسبة وما أعظمها من مناسبة، لقد كانت مناسبة فرحة وطن، فرحة شعب. لقد استبشرنا بالأمس بظهور مولانا جلالة السلطان وخطابه السامي لأبناء الشعب الوفي وكلماته الإيمانية الوطنية المعبرة عن حبه واعتزازه لعمان وأهلها. لقد غمرت الفرحة في كل ربوع عمان، شبابها ونسائها وأطفالها، عبر كل حسب ما يجيش به القلب والخاطر والضمير تجاه هذا القائد العظيم. لقد حظي هذا الوطن العزيز بخيرات كثيرة ومنجزات عظيمة يحق لنا جميعا نحن أبناء هذا الوطن أن نفتخر بها. ولولا فضل الله سبحانه وتعالى وفضل مولانا جلالة السلطان المعظم حفظ الله وسياسته الحكيمة وحرصه وولائه وحبه لهذا الوطن وهذا الشعب لما وصلت عمان إلى ما هي عليه الآن. نحن نفرح في عمان والعالم أيضا فرح بظهور وسرور وسعادة مولانا جلالة السلطان المعظم. نحن هنا في مدارس مكتب الإشراف التربوي بالسويق بالمدير العام للتربية والتعليم أيضا كانت الفرحة تغمرنا جميعا. الكل عبر عن فرحته فور سماعهم وتلقيهم ذلك الخطاب الكريم الذي اعتدنا أن نسمعه وأن تنصت آذاننا لمولانا خلال السنوات 44 الماضية. نترقب بشغف، كنا في عام 70 عندما تولى مولانا السلطان مقاليد الحكم بداية النهضة المباركة جاء الخبر أن هناك خطاب سيلقيه جلالة السلطان، فالكل كان صامت فرحا بتلك الكلمات التي كنا نترقبها. وبالأمس سبحان الله عشنا الواقع مرة أخرى، رغم كل في كل عام نترقب خطابه الميمون خطابه المبارك، لكن كان خطابه بالأمس يعلم الله كان مؤثرا فينا جميعا، كان معبرا كان وكان ذو تأثير علينا جميعا فرحا ومحبة لمولانا جلالة السلطان. أبناؤنا هنا في السويق أبناء الأسرة التربوية عبروا كما ذكرت كل حسب فكره من دعاء وسجود شكر وترديد هتافة وطنية ونشاط إذاعي. وها هنا نحن اليوم أيضا في لفتة تربوية من إحدى المدارس الخاصة التابعة لمكتب الإشراف التربوي بالسويق، أرادوا أن يعبروا عن مسيرة فرح لعمان ولقائدها بهذه اللفتة التربوية التي سعدنا بمشاركة أبنائنا وأطفالنا في هذه المدرسة الخاصة التي يشرف على مكتب الشرف التربوي. وحقا يعني مدلولات هذا اللقاء وهذه الأسبوحة الصباحية دليل ولاء وحب لهذا الوطن ولهذا القائد. فهنيئا لعمان بأن من الله سبحانه وتعالى على قائد هذا الوطن العزيز بالصحة والعافية. وأدعو الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يديم عليك يا مولانا الصحة والعافية وأن تكون قريبا إن شاء الله. سنفرح أكثر وأكثر وسيفرح العمانيين وسيفرح المقيمين وسيفرح بعون الله تعالى كل محبي عمان في أقطار الشرق بأكملها والغرب، سيفرحوا بوصولك الميمون القريب بعون الله تعالى. دعواتنا مستمرة يا مولانا في وجودك وفي ظل موقعك الحالي بأن يكتب الله سبحانه وتعالى لك عمرا مديدا حافلا بالإيمان والخير والسرور، وأن تعم الفرحة دائما في قلوب كل العمانيين وكل مقيم على هذا الوطن. وبعون الله تعالى عمان ستظل بعون الله تعالى خفاقة مشرقة، ستظل عمان بعون الله تعالى في وجودك يا مولانا. أنت من أسست دولة المؤسسات، الدولة ذات التخطيط ذات البعد في أفكارها واستراتيجيتها. وعهدا ولاء من كل الأسرة التربوية هنا في ولاية السويق مكتب الإشراف التربوي إدارات ومعلمين وطلاب وأولياء أمور ومن الأسرة التربوية شمال الباطنة، العهد والولاء لك يا مولانا بأن نبقى أبناك المخلصين. الحمد لله. بالعفو يا سيدي. الرحمن الرحيم. يعقوب بن السلكيومي أحد أولياء الطلبة في هذه المدرسة. مهما قلنا أقوالنا وأفعالنا لا تفي حق القائد الأب الحنون. عند سماعي خطاب مولاي جلال السلطان شعور
مميز، شعور كنا دائما نترقب خطاباته، خطابات مولانا جلالة السلطان. وأمس عندما سمعنا الخطاب السامي والتوجيهات السامية امتزقت دموعنا، دموع الفرح إننا نشاهد مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم. والحمد لله رب العالمين، بدأ بصحة جيدة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظه لنا دائما ويحفظه لهذا الوطن العزيز. فهو القائد، هو الأب، هو الحنون. تعودنا منذ الصغر أن نحبه، نحب فيه الأب، نحب فيه القائد. إنه رجل السلام، إنه شخصية في هذا العالم نادر. مدرسة رياض أطفال قسم روضة. صراحة نحن أمس تفاجئنا يوم سمعنا الخبر، يوم طلعوا على التلفزيون وعلى في التلفون. صراحة كانت يعني فرحة ما تنوصف أبدا، إن شفنا أول مرة نشوف يعني حضرة صاحب الجلالة أول مرة لما يطلع على التلفزيون، يعني من يوم سافر لنته وما طلعت له ولا صورة. صراحة يعني كانت فرحة ما تنوصف إن نحن نشوفه، يعني من يوم راح ما شفناه غير يعني بس شفناه أمس. يعني فرحة في قلوبنا ما تنوصف، يعني صراحة فرحنا كثير. يعني دعينا الله، يعني سجدنا سجدة شكر لله سبحانه وتعالى، انه يعني الله شفانا سلطان قابوس، طلعنا يعني على الاقل يعني شفنا صورته. صح انه يعني هو ما بيحضر معنا، قالنا العيد الوطني، بس الحمد لله يعني شفناه.